ذات يوم كانت تعيش فتاة صغيرة تسمى دوروثي. كانت دوروثي تعيش في منزل المزرعة مع عمتها إم وعمها هنري. في ذلك اليوم لم ترد دوروثي الخروج للعب مع كلبها، إذ أنها كانت تشعر أن مكروها ما سيحدث. هناك عاصفة قادمة ناحيتنا، يجب علينا الاختباء في القبو. وكذلك صاحت العمة إم، تعالي إلى هنا في الحال يا دوروثي. تعال هنا يا توتو، يجب علينا النزول إلى القبو. اضطرت دوروثي إلى النزول تحت سريرها لتحضر الكلب. في ذات اللحظة بدأ منزل المزرعة في الاهتزاز بعنف، ثم بدأ منزل المزرعة في الدوران حول نفسه. حاولت الفتاة الصغيرة التمسك بشيء ما، في نفس الوقت كانت تحاول الإمساك بكلبها. كادت الفتاة أن تقذف خارج الباب عندما استطاعت بصعوبة اللحاق بكلبها. لم تستطع رؤية أي شيء، فقط السماء والسحب. عندئذ عرفت أنها تطير في السماء. كان المنزل وكذلك رأسها يدوران بسرعة، حتى أنها شعرت بالنعاس وشعرت بالخدر بسبب ما يحدث حولها، لذا فقد راحت في سبات عميق. استيقظت دوروثي مع اصطدام كبير، فقد طار السرير إلى أعلى حتى أنه جعل الفتاة تقع على الأرض. ثم انتبهت إلى أن منزل المزرعة قد توقف عن الدوران. كانت الشمس مشرقة من خلال النافذة، مما جعلها تنتبه إلى أنها على الأرض. ركضت الفتاة إلى الخارج، لم تكن تصدق هذا المشهد وقد فغرت فاها. كانت هناك حقول للأزهار على مد البصر. ثم فجأة رأت دوروثي رجالاً قصاراً يركضون نحوها. كانوا يرتدون قبعات مخروطية الشكل، وكانت الأجراس بقمة قبعاتهم تدوي. كذلك كان زيهم أزرق اللون، وكانوا كلهم ذوي لحى طويلة جداً. عندما اقترب الرجال إلى جانب دوروثي، ظهرت سيدة قصيرة ذات رداء أبيض. أيتها الساحرة العظمى، مرحباً، أنا ساحرة الشمال طيبة القلب، وهؤلاء هم أصدقائي الأقزام. أريد أن أشكرك على إنقاذك لنا بتخلصك من ساحرة الشرق الشريرة. أشكرك، ولكن يبدو أنك قد خلطت بيني وبين أحد آخر. أشارت ساحرة الشمال الطيبة نحو قبعة فوق منزل المزرعة. على الأرض كان هناك زوج من الأرجل ذات الحذاء الفضي، فأدركت دوروثي أن منزل المزرعة قد هبط فوق الساحرة الشريرة. أنا لم أقصد فعل ذلك، هذا صدقاً لم يكن خطأي. ماذا سأفعل الآن؟ الشيء الوحيد الذي يمكنك فعله هو أن تقبلي الحذاء الفضي السحري الخاص بالساحرة الشريرة كهدية. نزعت دوروثي حذائها القديم وارتدت الحذاء الجديد. هل ستساعديني في العودة لمنزلي؟ هناك شخصاً واحداً يستطيع مساعدتك، هذا الشخص هو ساحر أوز. باتباعك الطريق الحجري الأصفر ستصلين إلى مدينة الزمرد، وهناك يجب أن تحصلي على إذن للصعود ومقابلة ساحر أوز. اختفت الساحرة الطيبة مباشرة بعد انتهاء حديثها مع دوروثي، وقامت الأقزام بتوصيل دوروثي في طريقهم. وبعد مدة كانت الفتاة تحتاج للراحة وكذلك كلبها، لذا فقد توقفوا عند حقل للذرة. وفي منتصف الحقل لاحظت دوروثي وجود فزاعة الحقل. بفضول شديد اقتربت بجانبه. مرحباً، من أنت؟ كانت دوروثي مصدومة في البداية، ولكنها بدأت تشرح كل ما حدث. أنا لا أدري أي شيء، إن رأسي مليئة بالقش. إنني أتساءل إن كان بإمكاني الذهاب معك إلى مدينة الزمرد. هل تعتقدين أن بإمكاني ساحر أوز أن يمنحني عقلاً؟ أنزلت دوروثي فزاعة الحقل من فوق إطاره، ومعاً أخذا يمشيان على الطريق الحجري الأصفر. وبعد عدة ساعات، وحينما كان يعبران الغابة وبين الأشجار، رأيا شيئاً لامعاً، وبمجرد وصولهما بجانبه أدركا أنه كان رجلاً مصنوعاً من مادة الصفيح. وكان رجل الصفيح يقف ثابتاً. أرجوكم ساعدوني، لقد أصابني الصدأ ولم أقم بأي حركة بسيطة منذ مدة طويلة جدا. كيف يمكننا مساعدتك؟
هناك تجدون الكوخ الخاص بي، من فضلكم اذهبوا إلى هناك وأحضروا زيت صفيح خاصتي ووضعوها على مفاصلي. فعلت دورثي بالضبط ما طلبه رجل الصفيح منها، فقد قامت بصب الزيت فوق كل مفاصله، وهكذا بدأ يتحرك مجددا. أشكرك بشدة، والآن ماذا تفعلون هنا يا شباب؟ بدأت دورثي في شرح كل ما حدث مرة أخرى. هل تعتقدين أن بإمكانه أن يمنحني قلبا؟ وكذلك رافقهم رجل الصفيح، وبدأت الغابة تظلم، وفجأة سمعوا زئيرا مرعبا، ثم قفز أمامهم أسد ضخم. ولكن عندما بدأ توتو في النباح، تراجع الأسد خطوة إلى الوراء في خوف وبدأ يرتجف. كيف يعقل أن يخاف أسد ضخم مثلك من كلب صغير؟ أعرف ذلك أنا جبان، أقل قدر من الضوضاء كفيل بإرعابي. تمهل، لا تبكي، أتعلم؟ نحن نبحث عن ساحر أوز، سوف نطلب منه أشياء لنا، ربما يمكنه أن يمنحك بعض الشجاعة. مسح الأسد دموعه، وبسعادة شديدة وافق على الذهاب معهم إلى مدينة الزمرد، وأخذ الجميع يمشون لبعض الوقت، ولفت فزاع الحقل انتباههم إلى أن السماء تلمع باللون الأخضر، أي أن مدينة الزمرد ليست بعيدة الآن. وبعد قرابة ساعتين من المشي وصلوا إلى بوابات مدينة الزمرد. لقد أتينا لرؤية ساحر أوز. لدخول القلعة توجب عليهم جميعا ارتداء نظارات عملاقة، حيث أنهم معرضون للعمى إذا نظروا إلى أضواء مدينة الزمرد الخضراء اللامعة. كانت المنازل والشوارع وحتى ملابس الناس كلها خضراء في مدينة الزمرد، كان كل شيء يتلألأ. أخيراً وصلوا إلى القلعة لرؤية ساحر أوز. كانت دورثي أول الداخلين. دخلت الفتاة وهي مترددة ورأت رأساً كبيرة تتأرجح من السقف فوق العرش. أنا ساحر أوز العظيم والمخيف، فمن أنت؟ ولماذا تريدين رؤيتي؟ وأين وجدت ذلك الحذاء الفضي؟ أنا دورثي، وقد أتيت أطلب مساعدتك. أخبرت دورثي ساحر أوز العظيم بكل ما حدث، فأخبرها ساحر أوز أنه سيساعدها، ولكن في المقابل يجب عليها التخلص من ساحرة الغرب الشريرة. عادت دورثي إلى أصدقائها تبكي بإحباط شديد، وأخبرتهم بما طلبه ساحر أوز منها، فقرر الجميع البحث عن الساحرة الشريرة والتخلص منها. وفي الصباح التالي تركوا مدينة الزمرد وبدأوا رحلتهم نحو قلعة ساحرة الغرب الشريرة. كانت ساحرة الغرب الشريرة ذات عين واحدة، ولكنها كانت تستطيع الرؤية لمدى حقا بعيد. لذا عندما رأت دورثي وأصدقائها يقتربون من قلعتها، قامت باستحضار النحل العملاق الخاص بها. اقرصوا أولئك الدخلاء. رأت دورثي مع أصدقائها النحل العملاق يطير باتجاههم، ولم يجدوا الوقت الكافي للهروب. يا فزاعة الحقل، قم بتغطية دورثي وتوتو والأسد بالقش الذي في جسدك حتى لا يستطيع النحل أن يلدغهم. عندما قام فزاعة الحقل بتغطية الآخرين بالقش، حاول النحل أن يقوم بقرص رجل الصفيح، ولكن بالطبع فقد النحل أذنابه وتساقط واحدة تلو الأخرى على الأرض. هذه المرة أرسلت الساحرة القرود الطائرة كي تهاجم دورثي وأصدقائها، وهكذا قامت القرود بمهاجمتهم. أحدهم قام بالإمساك بفزاعة الحقل وألقى به فوق أحد الأشجار، وآخر أمسك برجل الصفيح وألقى به فوق أحد التلال، وكذلك قاموا بتقييد الأسد ليذهبوا به للساحرة. بعد ذلك توجهت جميع القرود الطائرة نحو دورثي، ولكن بمجرد رؤيتهم للحذاء الفضي بقدميها لم يقوموا بإيذائها، فقد قاموا باقتيادها إلى القلعة. عندما رأت ساحرة الغرب الشرير الحذاء الفضي بقدمي دورثي شعرت برعب شديد، ولكنها أيضا أدركت أن دورثي لا تدرك قوة الحذاء الذي ترتديه. أعطيني ذلك الحذاء. لا، لن أفعل.
أفعل؟ قلت لك أعطيني إياه. قامت الساحرة بالتقدم نحو دوروثي. آه، كيف عرفت أن الماء وحده قادر على تدميري؟ أنا آسفة جدا. بينما كانت تصرخ، كانت الساحرة تذوب وقد تبقت ملابسها فقط على الأرض. فقامت دوروثي أولا بإنقاذ الأسد من قفصه، ثم وجد معا فزاعة الحقل ورجل الصفيح. عادوا جميعا إلى مدينة الزمرد وأخبروهم هناك أنهم قد تخلصوا من ساحرة الغرب الشريرة وأنهم يريدون رؤية ساحر أوز. قام ساحر أوز العظيم بالترحيب بهم جميعا هذه المرة. عندما دخلوا إلى غرفة العرش سمعوا صوتا عاليا يصم الآذان. أنا ساحر أوز العظيم، لماذا تبحثون عني؟ أصيب توتو بالفزع فركض فوق الستار الفاصل الكبير في الركن. خلف الستار ظهر رجل عجوز صغير الحجم وأصلع، كان يحمل في يده شيئا يبدو كبوق. ومن تكون أنت؟ أنا ساحر أوز العظيم. أنت ساحر أوز؟ كيف يمكن ذلك؟ قرر الرجل العجوز أن يحكي قصته. في الحقيقة كان الرجل يعمل بالسيرك، كان يقوم بعمل العروض بالبالون الطائر. وفي أحد الأيام هبت رياح شديدة وقذفت به نحو القلعة، وتصور سكان مدينة الزمرد أنه ساحر أتى من السماء وطلبوا منه أن يحكم المدينة، فوافق على ذلك. ماذا عن كل وعودك؟ أخبر الساحر رجل الصفيح أنه يستطيع إعطاءه قلبا في الحال، فذهب إلى الخلف وأحضر دمية على شكل قلب من داخل الصندوق. شعر رجل الصفيح براحة شديدة، ثم التفت إلى فزاعة الحقل وفتح الغرز بداخل رأسه ووضع حفنة من الحبوب، ثم قام بخياطة رأسه مرة أخرى. ثم أتى دور الأسد الخائف، فقام بصب بعض الترياق من زجاجة ذهبية بداخل طبق، وطلب من الأسد أن يشرب ترياق الشجاعة، فشربه الأسد. فجأة تخلى عن نظرته الخائفة الضعيفة وزأر كما يجب عليه كأسد قوي كبير. ابتسم لهم ساحر أوز، فهو في الواقع لم يعطهم شيئاً، فكل ما طلبوه منه كانوا يمتلكوه بالفعل بداخلهم، ولكنهم فقط لم يعرفوا كيف يستغلوا ذلك. والآن حان دورك يا دوروثي، أنت في الواقع تمتلكين كل ما تمنيتيه معك طوال الوقت، فإنك إن نقرت حذاءك الفضي ببعضه 3 مرات فسوف تذهبين إلى أي مكان تريدينه. إذن فأنا بإمكاني الذهاب لمنزلي وقتما شئت؟ نعم، ولكن هكذا سأظل أنا محبوس بذلك الحقل للأبد، وأنا سوف أصاب بالصدأ وحدي، وأنا لن أصبح أسدا شجاعا أبدا. قامت دوروثي باحتضان أصدقائها بشدة وقامت بتوديعهم جميعا، ثم حملت توتو ونقرت حذائها 3 مرات. قالت أنها تريد الذهاب لمنزلها بجوار عمها وعمتها. بعد وهلة وجدت نفسها تجلس في الحديقة، نظرت حولها بحماس فوجدت عمها وعمتها يركضون نحوها، فضحكت بسعادة. توتو انظر، نحن بالمنزل.